بالتعاون مع تحريات الإمارة ضبطت اقتصادية أم القيوين عصابة الأرز التي استخدمت حيلة ماكرة لإنتاج أرز جديد بصلاحية منتهية. كيف؟ الجواب لدى الزميل طلال الهندسي. ماكينة خياطة لإنتاج أكياس جديدة بتاريخ مزيف وصلاحية جديدة تمتد حتى موعد إكسبو دبي، وبجوارها أكياس أخرى فارغة لكنها بصلاحية منتهية لكي يتم تفريغ الأخيرة وتعبئتها في الأولى. حيلة جديدة لجأت إليها إحدى الشركات في أم القيوين لبيع بضاعة كاسدة من الأرز بهدف الربح السريع لكن على حساب صحة المستهلك، وبلغت قيمة الضبطية التي نهزت مئات أكياس الأرز نحو 3 ملايين درهم. بالتعاون مع إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة أم القيوين وجهنا لهم التحية مشكورين، تم مداهمة المكان، حصلنا جماعة هني مسؤول نشاط غش تجاري بحيث أن في نوعية من الأرز نوعية معينة منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، فيقومون الجماعة يعبونها في أكياس ماركات هذا ويحطون التواريخ من عندهم بحيث أن تسبب خطورة على صحة المستهلك. وليت الحيلة توقفت عند هذا الحد المأساوي لكانت ربما مرت، فالشركة التي كانت بصدد الحصول على دجاجة تبيض ذهبا لم تدع للتعاطف معها أدنى درجات النزاهة بمراعاة النظافة العامة للمستودع الذي اتخذته كمغارة علي بابا، إذ لجأت إلى أسرع الطرق وأخبثها إن صح التعبير. فهؤلاء متواطون من نوع آخر وإن جاء دورهم دون إعاز مباشر من الشركة. هنا عنكبوت يتسلل إلى أحد الأكياس، وطائر آخر حزين على فقد قريب له، ومجموعة أخرى من الطيور وجدت من المستودع مقرا لها. نحن المستهلك نعتبر المفتش الأول في الميدان، فبالتالي إذا في أي شيء لاحظ خطأ يعني سواء كان في منافذ البيع أو في متاجر غيره، نحن معانا الخط الساخن شغال على مدار 24 ساعة، فيوجد تواصل أول بأول إذا ما لاحظوا أي شيء خطأ في السوق. والله الحمد تم مداهمة المكان والتحافظ على البضاعة وإغلاق المستودع بشكل نهائي. اقتصادية أم القيوين أكدت أن الموضوع تم احتوائه في بدايته، ولا توجد في الأسواق أي بضاعة قد تؤثر سلبا على الصحة العامة، وتضيف بأن حملاتها التفتيشية مستمرة لمراقبة الأسواق من أي غش تجاري. ولمتابعة موضوع عصابة الأرز ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف السيد سيف السعدي مدير إدارة التفتيش في إدارة التنمية الاقتصادية بأم القيوين. بداية، إلى أي مدى يعني تعد هذه الضبطية مفاجئة من حيث الكم والنوعية وإحكام الحيلة؟ السلام عليكم. بداية نشكر قناة دبي والقائمين على نشرة أخبار الإمارات على الاهتمام والتميز بنقل جميع الأحداث، بالإضافة لبقيت أشكر أخواني مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية على مجهودهم المبذول في سبيل القضاء على هذه الظاهرة. هي هذه الظاهرة ممكن كانت بكميات كبيرة لكنها مش أول ضبطية، ممكن كانت في ضبطيات أخرى ما كانت تتعلق بالمواد الغذائية لكن تم احتوائها والقضاء عليها والحمد لله. بغيت بالإضافة تسمح لي بس أخوي أني أشكر الجماعة في القيادة العامة شرطة القيوين ومتمثل في إدارة البحث الجنائي والتحريات وجميع الجهات المحلية والاتحادية في الإمارة على التعاون الدائم والمستمر معنا، وبالأخص أذكر الجماعة في النيابة. طبعا الجماعة ممكن مارسوا ممارسات خاطئة لكن الحمد لله تم احتواء الموقف وتم تحويلهم إلى الجهات الأمنية وإيقاف هذه. سيد سيف، يعني هل فاجأتكم هذه الكمية؟ والله كانت مفاجأة لكن الحمد لله تم احتوائها. ممكن هي المفاجأة كانت بالكميات، لكن مثل ما قلت لك بالتعاون مع الجماعة في القيادة العامة تم مداهمة الموقع
والسيطرة عليها إن شاء ونزلنا وتم نزول الجماعة في السهم الأخير إخواني المفتشين التفتيش على المراكز للتأكد من خلو المراكز التجارية والمحلات التجارية من هذه البراندات أو الأكياس والحمد لله تم احتواء الموقف الحمد لله. سيد سيف ما هي خططكم في الدائرة للحد يعني من هذا النوع من الاحتيال على صحة المستهلكين؟ والله يا طويل العمر نحن ماشيين على خطة استراتيجية معتمدة من قبل سمو رئيس الدائرة والتي تتضمن منها اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد مرتكبي الغش التجاري للحد من هذه الظاهرة وهذه الممارسات المخالفة للأنظمة والقوانين. ونحن من هنا ندعو الوكالات التجارية والمستهلكين للإبلاغ عن أي انتهاكات تمارس من قبل باب المنشآت. هذه ظاهرة ممكن بدايتها ممكن الحين منتشرة لكن الحمد لله في عيون ساهرة في ناس موجودة ومراقبين موجودين. بس نحن بعد من هذا المنبر ندعو المستهلك والمتسوق بالإبلاغ عن أي حالات أو حالات مشابهة موجودة في الأسواق. سيد سيف السعدي مدير إدارة التفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، شكرا جزيلا لك.